السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الا عندك قرعه وعندك البطاطا اجي نوريك شنو ديري بها. صراحه وصفه غزاله اقتصاديه وحاجه يعني جديده مغايره. كما كتشوفي كتجي مقرمله محمره وغزاله عاطيه العين، غادي يحماق عليها الوليدات ديالك وغادي يحماق عليها الصغير والكبير. تبعوا معايا حتى لنهاية الفيديو، ما تحرمونيش من لايكاتكم واشتراكاتكم، وان شاء الله الفيديو غادي يعجبكم. حاولوا تبارطاجيو باش تعم الفائدة، باش تساعدوني دعموني، محتاجة دعمكم، وان شاء الله دائما نجيب لكم المزيد والجديد. غادي نبداو على بركة الله. انا خديت نص كيلو تاع البطاطا لان البطاطا هذه شوية صغيرة، غسلتها مزيان بالماء، شديت كاسرونة درت فيها الملح وحطيت البطاطا تسلق. بامكانكم تسلقوها بقشورها، انا سلقتها بلا قشورها باش دغيا تسلق. نطيبوها مزيان كما كتشوفوا. البطاطا هي متوسطه الحجم، بين صغيره ومتوسطه الحجم، كتطيب دغيا. بامكانكم المهم تسلقوا البطاطا بطريقه عاديه، الطريقه الكلاسيكيه، تسلقوا البطاطا. ديما ريت البطاطا كتسلق. صراحه دي وصفه غزاله غزاله البنات، وشويه مغايره وبسيطه، يعني ما فيها والو، فيها البطاطا وغادي تشوفوا تتمه المقادير. هنا من بعد ما تسلقات البطاطا غادي نشدو راس معلقه ديال التحميره، شويه كيكس كنجبير، شويه الملح، بيضه، ومعلقه كبيره ديال المايزينا. غادي نمعصو مزيان البطاطا حتى تولي ملسة، نمعصوها وهي سخونة، ما نخلوهاش تبرد، ضروري تمعص وهي سخونة. انا درت لها الفرشيط، كتجيني سهلة بالفرشيط، بامكانك راه كاينه واحد هذا اباراي كطحن البطاطا. هذه طريقة سهلة سريعة، البطاطا ملي كتكون طيبة مزيان راه دغيا كتمعص ليك. كديري هاد الزيبيس ضروريين، بامكانك تزيدي الثوم بودرة، بامكانك تزيدي الاعشاب المناسبة، داكشي كيبقى على حسب الذوق. القزبر ومعدنوس حتى هو بامكانك، انا ما درتهمش، كنزيد المايزينا كنحركها مزيان الحجم، من بعد كنضيف عليها بيضه وكنستمر في التحريك حتى كتولي بحال هكا. بهذه الطريقه راه كتكون شاده معوصه لا بيغي عاديه، ما كنديروا فيها لا حليب لا والو. كنشدوا قرعه عاديه، غادي نديرو لها ديك التقيبات على شكل نجمه بالكوتور ولا بموسمادي، وكنحيدو لها القاع ديالها لاننا غادي نعمرو البطاطا، غادي نعمرو القرعه بالبطاطا بهذه الطريقه. وها حنا عمرنا القرعه بالبطاطا، وغادي نديرو القاع باش ندفعو البطاطا باش تخرج من الخطايا، وغادي تشكل لينا شكل ديك النجيمه. هي كتكون بحال تشورو او لا 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 ماشي الخرين، قلت شورو، بحال شورو. في كسرونه درنا الزيت اولا في مقله، كديري الزيت يسخن مزيان، خصو يكون ضروري سخون مزيان. من بعد كنبداو كنخرجوا في البطاطا بهذه الطريقه، هادي غير تيست باش نشوف الزيت واش سخون مزيان. اهلي من بعد غادي نستمر. ضروري الزيت خصو يكون مسخون باش البطاطا تجي كروستيونت، ما تحركوهاش حتى تحمر حتى تطيب. الا حركتوها غادي تفرتت وياكم، غتخلوها حتى تطيب مزيان تبدا تحمر، عاد بامكانكم تحركوها قبل، كتجي مقرمشه ولذيذه. وهذه الطريقه كيفاش كنخرج هاد البطاطا. راها سهلة البنات، درت اليد تاع المغرف باش تعاوني، سهلة وسريعة، يعني ما كتاخدش لك وقت كبير. يعني هاي ها الكسرونة كتقلى فيها البطاطا اللي درت، وهذه كنصوبها عاوتاني، يعني داكشي مسربي، وكان غادي دقة دقة حتى كنكملها.
وهذه الطريقة كما شفتوا ما قطعش لكم بزاف المراحل باش تشوفوا كل شيء على عينيكم، راه كتخرج غزالة غزالة سهلة وناجحة، يعني بقرعة كتخرجي هاد الشكيلة الزويوني اللي دايرين بحال تشورو. طريقة بسيطة اقتصادية سهلة سريعة، ما غاديش تحشمك لا قدام وليداتك ولا قدام ولدارك. نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تحرمونيش من لايكاتكم من اشتراكاتكم، دعموني لان القناة مازالاش يلا في البداية ديالها، يلا كي سيرة كتهز راسها بيكم ومعاكم ان شاء الله. وغادي نحاول دائما نكون عند حسن ظنكم بيا وعند حسن ثقتكم فيا وفي قناتي، ودائما نجيب لكم فيديوهات لي محترمة وكتناسب الذوق العام، ونحاول دائما نجيب لكم وصفات جديدة واقتراحات جديدة سهلة وبسيطة. غادي نبدا نجيب لكم عاوتاني شوية ديال التجميل ماسكات وكل شيء، المهم نوعو من كل فن طرب. ونتمنى تكون هاد القناة قناتكم المحببة على قلوبكم، ونكون ضيفة خفيفة خفيفة تضل عليكم. ما تحرمونيش كي قلت لكم الكحة الكحة، ما تحرمونيش من اشتراكاتكم واللايكاتكم بارتاجيو. صراحة أنا كنصحكم تجربوا هاد الوصفة وخلوها لي في تعليقكم وقولوا لي كيف جاتكم واش حابين تجربوها أو لا جربتوها، وإن شاء الله غادي تجربوها غادي تشكروني عليها بزاف. ونتلقاو في فيديو جديد عما قريب إن شاء الله، وإن شاء الله الفيديو الجاي ينال إعجاب ديالكم إن شاء الله، غيكون فيديو جديد موضوع جديد. ايوا واش غادي نقول لكم، خليتكم في رعاية الله وأمانة عند الله، ونتمنى نشوفكم على خير وبخير. واش غادي نقول لكم، كنحوق عليكم وطلعوا لي فريوسكم وجربوها جربوها جربوها، راه غزاله 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 بزاف. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب. انا هادو دوك لي شاطو لي سيره كندير بهم كويورات، ما نضيعوش حتى حاجه، ما تضيعش، ما غاديش يخرجوا ليا من القرعه، ولكن درتهم كويورات جنبتهم، جاوته هما مقرمشين، وجاتني فكره اخرى من البطاطا. نبارك لكم بالبطاطا، البطاطا البطاطا واك واك، هذه ثاني وصفه البطاطا في هذا الاسبوع. لا هذه زويونه، وهاد الكويورات اللي درت جاتني فكره نديرها لكم من بعد، ماشي دابا. غادي تقول لي واك واك قهرتينا جيبي لينا حاجه اخرى، غادي نجيب لكم حاجه اخرى ان شاء الله. غنجيب لكم وصفه زويونه ديال الخبز ديال الدار ديال المناسبات ديال البيتي ديجون وداكشي، ما غنحرقش المراحل. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي يعجبكم اكيد. و الى اللقاء، ما غنكثرش عليكم الهضره بلا 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 بلا، انا راني كنقلي وكندير المونتاج، المهم منو فيه. يلا خليتكم في على بخير وعلى خير، والى اللقاء في فيديو جديد عما قريب، مع السلامه.